على فكرة ترى الإسلام يعتبر كل واحد عامل في الهيئة البشرية، يعني لفظة عامل مو مثل إحنا عندنا نطي لفظة العامل اللي يشتغل بيديع، لا، كل من يعمل عمل من الأعمال المنتجة في الحقول الفكرية أو في الحقول الأخرى هو عامل. يعني إذا واحد يشتغل أفرض في أمور نظرية محضة، لكن على طول مشغل دماغه مشغل مخه، جاي يشتغل في حل معادلات رياضية، يشتغل في مختبر يتبع مثلا الكائنات الحية، يشتغل في نظريات اجتماعية، يعتبر عامل. عامل ها؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. كل واحد يعمل في أي بعد من الأبعاد هو عامل. وإذا أكل من غير عمله يعتبر المشرع الإسلامي يعني مش يعتبره يعني نشاز، مو بس نشاز، لا، يعتبره ضريبة على المجتمع هذا. يعني ما المفروض أن الإنسان إذا إلى مكان بالمجتمع ولا يأكل إلا من عمله. يعني أنت ملاحظ هذا المعنى حتى خلية النحل. الآن خلية النحل إذا أرادت تبني الخلية يجي عندنا العاملات يبنن الخلية. ذكر النحل هذا يؤدي وظيفة معينة، إذا خلص اللي تغنى يموتنا، لأن هذا يبقى يستهلك بدون إنتاج، يموتوا يطلعوا دبوا برا. ويا ريت يصير مجتمعنا يجي والله. إي والله، إي والله، إيه والله، كل واحد يتثقل عبء على الناس يبتج ويأخذ ما ليس له بحق. يا ريت هذا، يا ريت عندنا تكون مناعة مثل مناعة الحيوان، نخلص من هالطفيليات هاي على أي حال.